الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أبنائي وبناتي، ما زلنا نتكلم عن أحكام النكاح، واليوم إن شاء الله تعالى نتعلم أحكام الحضانة. فما معنى الحضانة؟ وما هي الأحكام المتعلقة بها؟ هيا بنا أبنائي وبناتي نتعلم تلكم الأحكام. أحكام الحضانة. بني، قد يأتيك سؤال، ألا وهو: ما الحضانة؟ أو عرف الحضانة، أو ما مفهوم الحضانة، وما حكمها، وما مدتها؟ تجيب يا بني على النحو التالي وتقول: أولا، تعريف الحضانة. نعرف الحضانة على النحو التالي فنقول: الحضانة هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه، والقيام بجميع أموره ومصالحه. إذن الحضانة هي أن نحفظ الولد في مبيته وفي كل ما يحتاج إليه من طعام أو لباس وهكذا. طيب، ما حكمها؟ الحضانة لها أحكام متعددة، فأول حكم لها الوجوب العيني. يعني أول حكم الحضانة أنها واجبة وجوبا عينيا، ولكن متى؟ نقول: إن لم يوجد إلا الحاضن، ولو أجنبيا من المحضون. إذن أول حكم للحضانة أنها واجبة وجوبا عينيا، يعني متحتمة على إنسان بعينه. طيب، متى؟ نقول: إن لم يوجد إلا الحاضن، ولو كان هذا الحاضن أجنبيا من الولد المحضون. الحكم الثاني فرض كفاية، ولكن متى؟ نقول: عند تعدده، يعني عند تعدد الحاضن. إذن حكم الحضانة إما أن تكون واجبة وجوبا عينيا، وإما أن تكون فرض كفاية. دليلها، يعني ما هو دليل هذا الحكم يا ترى؟ نقول: دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والآن نبين لكم أبنائي وبناتي مدة الحضانة. نقول فيها: في الذكور للبلوغ، يعني مدتها في الذكور تستمر إلى البلوغ، وفي الإناث للدخول أي للزواج. إذن مدة الحضانة في الذكور، نعم، تنتهي بالبلوغ، أما في الإناث فإنها تنتهي بالزواج، بدخول البنت إلى بيت زوجها. وفي المشكل تمتد إلى ما بعد البلوغ. ما مراتب الحضانة؟ ما مراتب الحضانة؟ مراتبها على النحو التالي: الأم ولو كانت الأم غير مسلمة، أم الأم وهي جدة الولد، جدة الأم وإن علت، خالة المحضون وهي أخت أمه، خالة أمه، عمة أمه، جدته لأبيه، أبو المحضون، أخت المحضون، عمة المحضون، عمة أبيه، خالة أبيه، بنت أخيه أي المحضون، سواء كانت شقيقة أو لأم أو لأب، بنت أخته، الوصي، الأخ سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأم، الجد لأب،
ابن الأخ، العم فابن العم، فالأقرب فالأقرب. هذا ويقدم في الحضانة الشقيق ذكرا كان أو أنثى، ثم الذي لأم، ثم الذي لأب. لما يا ترى؟ نقول لأن الشأن أن من كان من جهة الأم أشفق ممن كان من جهة الأب. وقدم في المتساويين كأختين وخالتين وعمتين، أكثرهما صيانة وشفقة، فإن تساويا في ذلك فالأسن، يعني الأكبر في السن. ما شروط من يستحق الحضانة؟ يعني متى نحكم أن فلان يستحق الحضانة؟ ما هي شروط من يستحق الحضانة؟ نقول أبنائي وبناتي، لاستحقاق الحضانة شروط مشتركة بين الرجل والمرأة، وشروط خاصة بكل منهما. أولا الشروط المشتركة، العقل. فلا حضانة لمجنون ولو كان يفيق في بعض الأحيان، ولا لمن به طيش وعته. إذن أول شرط مشترك بين الرجال والنساء في الحضانة العقل، وبناء على هذا الشرط نقول لا حضانة لمن كان مجنونا ولو كان جنونه متقطعا، بمعنى أنه يفيق في بعض الأحيان ويجن في بعضها الآخر، ولا حضانة لمن به طيش أو عته. الكفاءة، فلا حضانة لمن لا قدرة له على صيانة المحضون كمسنة، أي كامرأة مسنة مثلا. الأمانة في الدين، فلا حضانة لسكير أو مشهور بالزنا أو اللهو الحرام. أمن المكان، يعني لابد وأن يكون البيت بيتا آمنا، فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق. لما يا ترى؟ نقول لما فيه من خوف الفساد أو سرقة أموال المحضون حتى لو كان مجاورا لهم. إذن لابد أن يكون المكان مكانا إيه؟ آمنا. الرشد، فلا حضانة لسفيه مبذر. لما يا ترى؟ نقول حتى لا يضيع أموال المحضون. خلوه من الأمراض المضرة والمعدية. ثانيا نبين لكم أبنائي وبناتي شروط الرجل وحده. نقول في ذلك أن يكون عنده، أي عند هذا الرجل، من يحضن الطفل من الإناث كزوجة أو أم. لما هي ترى؟ نقول لأن الرجال لا قدرة لهم على أحوال الأطفال. أن يكون محرما لمطيقة الوطء كأب أو أخ أو عم، وإلا فلا حضانة ولو كان مأمونا. ثانيا نبين لكم شروط المرأة وحدها. نقول أن تكون خالية من زوج أجنبي من المحضون وقد دخل بها. لما هي ترى؟ نقول لاشتغالها بأمر زوجها، فإذا لم يدخل بها لم تسقط عنها الحضانة. ألا تسكن مع من سقطت حضانتها. نأخذ مثال نقول فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع ابنتها أم الطفل إذا تزوجت، إلا إذا انفردت بالسكنى عنها. والآن أبنائي وبناتي نبين لكم أحكام عامة حول باب النكاح. بني قد يأتيك سؤال يقول لك ما أركان النكاح على وجه الإجمال وما شروط الولي؟
نتذكر معا وسويا هذه الأحكام. أسمع من يقول: نعم، فتح الله عليك يا بني. أركان النكاح على وجه الإجمال ولي يقع منه أمر النكاح أو من غيره كزوج أو وكيل. المحل، والمراد به هنا الزوج والزوجة. الصيغة، وهي القول الدال الإيجاب والقبول. شروط الولي: الذكورة. وبناء على هذا الشرط نقول: فلا يصح من امرأة. البلوغ، فلا يصح من صبي. الإسلام، ولكن في حق من؟ في حق المرأة المسلمة. خلو الولي من إحرام بحج أو عمرة. العقل، فلا يصح من مجنون. ومعتوه، من هو المعتوه؟ هو ضعيف العقل، ولا يصح كذلك من سكران. عدم الإكراه، فلا يصح من مكره عليه. هذا وليس من شرط الولي. العدالة، ففسقه لا يخرجه عن الولاية، وبناء على ذلك نقول: يتولى غير العدل عقد نكاح ابنته أو ابنة أخيه. كذلك ليس من شروط الولي الرشد، فيجوز للسفيه أن يزوج من له عليها ولاية الجبر أو غيرها ولكن بإذنها، ولكن يستحب له استئذان وليه، وإلا نظر الولي، يعني ولي هذا السفيه، لما فيه المصلحة. فإن كان صوابا، يعني كان هذا النكاح صوابا أبقاه، وإلا رده، وإن لم ينظر فهو ماض، بخلاف المعتوه وهو كما قلنا ضعيف العقل، فلا يصح عقده ويفسخ. لما يا ترى؟ لأنه ملحق بالمجنون، يعني لأن المعتوه هذا ملحق في أحكامه بأحكام المجنون. من أركان عقد النكاح المحل. فما المراد بالمحل وما شروطه؟ بني، قد يأتيك السؤال ويقول لك: ما المراد بالمحل وما شروط هذا الركن؟ تقول: يا بني، المراد بالمحل هنا الزوج والزوجة. أما عن شروط هذا الركن نقول: هذا الركن له شروط تتعلق بالزوج والزوجة معا، وأخرى تخص الزوج وحده، وأخرى تخص الزوجة وحدها. أولا نبين أبنائي وبناتي الشروط المتعلقة بهما معا، وهي على النحو التالي: عدم الإكراه. وبناء على هذا نقول: فلا يصح نكاح مكره أو نكاح مكرهة، ويفسخ أبدا. ما معنى أبدا؟ معناه أنه يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعد الدخول. عدم المرض، وبناء على هذا الشرط نقول: فلا صح نكاح مريض أو نكاح مريضة. ألا يوجد تحريم بينهما بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وبناء على ذلك نقول: فلا صح نكاح المحرم. عدم الإشكال، فلا يصح نكاح الخنثى على أنه زوج أو زوجة. عدم الإحرام بحج أو عمرة، وبناء على هذا نقول: فلا يصح من الزوج المحرم ولا يصح من الزوجة المحرمة. وتقدم أن من شرط الولي عدم الإحرام بحج أو عمرة. ألا يتفقا على كتمانه،
يعني ألا يتفق الزوجان على كتمان أمر هذا الزواج. والآن نبين لكم أبنائي وبناتي شروط الزوج وحده. نقول في شروطه: الإسلام، فلا يصح لغير المسلم الزواج بالمرأة المسلمة. خلوه من أربع زوجات، يعني خلو هذا الزوج الذي يريد الزواج من أربع زوجات. ألا يكون تحته ما يحرم معها كبنت وعمتها. شروط الزوجة: الخلو من زوج، وبناء على ذلك نقول: فلا يصح العقد على امرأة متزوجة. الخلو من عدة غيره، فلا يصح عقد على امرأة معتدة من غير الزوج. أما هو فيصح، ولكن متى؟ إذا لم تكن مبتوتة. أن تكون غير مجوسية، والمراد بها هنا غير الكتابية. والآن بني، قد يأتيك سؤال يقول لك: بين حكم المسائل التالية. بين حكم المسائل التالية. قال في صيغة عقد النكاح، قال في صيغة عقد النكاح: زوجني ابنتك 10 سنين بكذا، أو زوجني ابنتك مدة إقامتي في هذا البلد، فإذا سافرت فارقتها، فما الحكم هنا يا ترى؟ يعني ما حكم النكاح إن أبرم بهذه الصيغة؟ تجيب يا بني وتقول: أنه يفسخ مطلقا، يعني هذا النكاح نكاح فاسد، يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعد الدخول بلا طلاق، ولو كان بينهما أولاد. لما يا ترى؟ نقول: لأنه، أي هذا النكاح، مجمع على منعه. طيب ماذا أو ما الأمور المتعلقة بالأولاد؟ نقول: لكن تلحق به الأولاد، أي تنسب إليه. وهذا النكاح يسمى بنكاح المتعة، ومعناه النكاح إلى أجل ولو غير معين، أي الأجل. تأتي مسألة أخرى أو قضية أخرى تقول: قال في صيغة العقد: زوجني ابنتك 100، على أن أزوجك ابنتي 100، مع توقف إحداهما على الأخرى. دقق يا بني جيدا في قولي لك: مع توقف إحداهما على الأخرى. أسمع من يقول: نعم، فتح الله عليك يا بني. حكمه الفسخ، يعني هذا النكاح يفسخ قبل الدخول ولا شيء لهما، ويثبت بعده، يعني يثبت بعد الدخول بالأكثر من المسمى وصداق المثل، وهذا النكاح يسمى وجه الشغار. أبرم عقد النكاح بلا ولي، يعني ما الحكم إن تم إبرام عقد النكاح بدون ولي، ليس هناك ولي، فما الحكم يا ترى؟ نقول: هذا النكاح نكاح فاسد، يفسخ مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعد الدخول. تأتي قضية أخرى أو مسألة تقول: دعي إلى وليمة عرس، دعي إلى وليمة عرس، فما الحكم يا ترى؟ نقول: وجب عليه الحضور. إذن الحضور هنا حكمه واجب. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، ولا عذر له ولو كان صائما، ولا يجب عليه الأكل في هذه الحالة. يعني حتى ولو كان صائما فتجب عليه تلبية هذه الدعوة، ولكن لا يجب عليه أن يأكل في هذه الحالة. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
والآن أبنائي وبناتي قد يأتيك سؤال يقول: ما الصداق وما شروطه؟ تجيب يا بني على النحو التالي وتقول: أولا تعريف الصداق. نقول في تعريفه: هو المال الذي أوجبه الإسلام على الزوج وجعله حقا للزوجة. طيب ما هي شروطه يا ترى؟ نقول يا أبناء: شروطه على النحو التالي: أن يكون متمولا شرعا، أن يكون طاهرا، وبناء على ذلك نقول: فلا يصح بالنجس إذ لا يقع به تقويم شرعي. أن يكون منتفعا به شرعا، فلا يجوز بخمر ولا خنزير ونحو ذلك. أن يكون مقدورا على تسليمه للزوجة، فلا يصح أن يكون المهر سيارة مسروقة أو أرضا مغصوبة. أن يكون معلوما قدرا وصفة وأجلا. وعليه أي بناء على هذا الشرط نقول: فلا يصح أي الصداق بالمجهول كشيء لم يوصف، أو بدنانير لم يبين قدرها، أو بينه ولكن لم يبين أصلها. إذن بناء على هذا الشرط نقول: لا يصح الصداق بشيء مجهول لم يوصف، أو بدنانير لم يبين قدر هذه الدنانير، أو بينه ولكن لم يبين أصل هذه الدنانير. والآن بني قد يأتيك سؤال يقول لك: ما الوليمة؟ يعني عرف الوليمة وما حكمها، وما الأمور التي تسقط الوليمة؟ ما الوليمة وما حكمها، وما الأمور التي تسقط الوليمة؟ تجيب يا بني على النحو التالي وتقول: الوليمة هي، تعرفوها يعني، طعام العرس ولا تقع على غيره، يعني لا تقع على غير طعام العرس إلا بقيد، كأن تقول طعام الختان أو وليمة الختان مثلا. إذن الوليمة هي طعام العرس ولا تقع على غير هذا إلا بقيد، كأن نقول وليمة الختان ونحو ذلك. والآن نبين لكم حكم الوليمة. نقول في حكمها: الوليمة مندوبة، ولكن في حق من؟ في حق القادر عليها سفرا وحضرا، يعني مندوبة في السفر وفي الحضر. في حق من؟ في حق القادر عليها. ويندب كونها بعد البناء، ولو قدمها لم يكن قد أتى بالمندوب. إذن الوليمة حكمها الندب في حق من؟ في حق القادر عليها، أين تقع؟ في السفر وفي الحضر. طيب وقتها؟ وقتها الذي يندب بعد البناء. طيب ما الحكم إن قدمها؟ نقول: إن قدمها لم يكن قد أتى بالمندوب. قلنا أن الوليمة مندوبة، فما هو الدليل عليها؟ نقول: دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. والآن نبين الأمور التي تسقط الوليمة أو تسقط حضور الوليمة. هناك أمور تسقط حضور الوليمة، فما هي يا ترى؟ هي على النحو التالي: وجود من يتأذى منه لأمر ديني، يعني وجود إنسان يتأذى منه في أمر من أمور الدين. نأخذ مثال نقول: كمن يخوض في أعراض الناس ونحو ذلك. وجود منكر شرعا، يعني وجود شيء منكر في هذا العرس شرعا، كفرش حرير يجلس عليها، أو آنية من ذهب أو فضة للأكل أو للشرب، فإن هذه الأمور تسقط حضور الوليمة. أو كان هناك وحل أو مطر ونحو ذلك. أبنائي وبناتي، تعلمنا والحمد لله تعالى أحكاما عامة
حول باب النكاح. نفعنا الله جميعا بما تعلمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.